انطلقت بطولة البريمير ليج الدولية للكاراتيه بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتقام المنافسات بمشاركة 58 دولة على مدار 3 أيام حتى 29 من يناير الجاري. وسط استعدادات وتجهيزات كبيرة، شهدت الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي انطلاق منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في الفترة من 27 إلى 29 من يناير الجاري. في بداية 23 كانت أول حاجة في أجندة الاتحاد الدولي هو إقامة الدوري العالمي البريمير ليج على أرض مصر. البريمير ليج ده عبارة عن أعلى تصنيف 32 لاعب أو مركز على مستوى العالم في كل الموازين. انا عندي 10 موازين، 5 بنين في الكوميتي و5 البنات، وعندي ايفنتين للكاتا فردي بنين وبنات، يعني 12 ايفنت اعلى 32 في ال 12 مسابقه دول، هو اسمه البريمير ليج. هذه المنافسات الدوليه هي مؤهلات للبطوله الدوليه. هنا يعني اللاعبين يجمعوا نقاط الرانكينج، يعني للتأهيل يجمعوا نقاط باش يشاركوا في البطولة العالم. وتشهد منافسات بريمير ليج القاهرة مشاركة كبيرة من مختلف الدول حول العالم، حيث قام بالتسجيل في البطولة أكثر من 430 لاعبا ولاعبة، وهو عدد كبير في أول بطولات السلسلة العالمية في موسم 2023. نتيجة النجاح اللي تم من خلال التنظيم المتميز اللي شهده الاتحاد الدولي، فكان طبعا نصيب مصر انها تنظم البريمير ليج 23. وان شاء الله طبعا احنا يعني في مناقشات الان تمت لان شاء الله استضافه مصر لاحد بطولات العالم سواء الكبار او الناشئين والشباب. طبعا عندنا جهاز فني على اعلى مستوى ومدربين على اعلى مستوى، كانوا داخلين معسكر مغلق لاستعداد للبطوله، فالحمد لله ومعظم اللاعبين عندهم رانك عالمي، فاحنا من اوائل التصنيف يعني، فالحمد لله في معسكر مغلق كان قبل البطوله. تعتبر هذه البطوله اهم حدث دوري في عالم الكاراتيه، حيث تشهد مشاركة أفضل لاعبي الكاراتيه في العالم. ومنذ انطلاق هذه البطولة ويحقق الدوري العالمي تقدما كبيرا من حيث حجم وحالة البطولة، بالإضافة إلى عدد المشاركين والدول الممثلة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.